بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا يا شباب مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، ودرس اليوم بعنوان وحدات الكتلة. طبعا في البداية نعرف فكرة الدرس. أحول بين وحدات الكتلة في النظام المتري. تعريف الكتلة: الكتلة هي قياس كمية المادة في جسم، يعني كمية المادة في جسم ما هي تسمى الكتلة. الوحدات المستعملة في النظام المتري لقياس الكتلة، طبعا احنا بنتعامل مع النظام المتري دايما. الوحدات المستعملة في النظام المتري لقياس الكتلة هي الملي جرام او الجرام او الكيلو جرام او الطن. يبقى انا عندي 4 وحدات، اصغر وحدة فيهم الملي جرام، تليها يليها الجرام، بعدين الكيلو جرام، بعدين الطن. طيب وحدات الكتلة المترية طبعا لازم نعرف تحويلها، التحويلة من وحدة لوحدة. 1 جرام بيساوي طبعا 1 جرام بنرمز له بالرمز ايه؟ جيم ميم زي ما انتم شايفين كده. 1 جرام بيساوي 1000 ملي جرام. 1 جرام بيساوي 1000 ملي جرام، طبعا الملي جرام بنرمز له بالرمز ميم لام جيم ميم، ملي جرام. 1 كيلو جرام كيجم بيساوي 1000 جرام، 1 كيلو جرام بيساوي 1000 جرام. بعدين 1 طن اكبر شيء بيساوي 1000 كيلو. طيب لو حبينا نعرف ايش هي الوحدات او الوحدة من دول بتساوي ايه قد ايه، 1 ملي جرام بيقول لك فتاتة خبز صغيرة جدا كده هي 1 ملي جرام. 1 جرام هي قطعة من شريحة خبز، زي ما انتم شايفين شريحة الخبز اللي امامنا دي، لو خدنا منها قطعة هي 1 جرام. 1 كيلو جرام هو قالب حلوة، حبتين 3 حبات تفاح أو حبتين برتقال، ده يساوي ايه؟ 1 كيلو جرام. 1 طن هو شاحنة، شايفين الشاحنة اللي أمامنا دي كلها وزن كتلتها 1 طن. طيب هنتعرف على كيف التحويل من بين الوحدات. طبعا زي ما انتم عارفين الطريقة، تعالوا نعرف القاعدة هنا على جنب. لو حبينا نعرف القاعدة، القاعدة بسيطة جدا. لو حبينا نقول كده مثلا من ملي جرام، بعدين الأكبر من الجرام، بعدين الكيلو جرام، بعدين الطن. طبعا من صغير إلى كبير بستخدم عملية الايه؟ عملية القسمة، ومن كبير لصغير بستخدم عملية الضرب. طبعا من ملي جرام لجرام 1000، طبعا هنا كله 1000، ومن جرام لكيلو جرام 1000، ومن كيلو جرام لطن 1000، كله 1000. ولو حبيت تحول من ملي جرام لجرام تقسم على 1000، لو حبيت تحول من طن لكيلو جرام تضرب في 1000. يبقى لازم تكون حافظ الرسمة دي في ايه، في ذهنك. لو حبيت تحول مثلا من ملي جرام الى كيلو جرام، يعني عديت وحدتين، في هذه الحالة تعمل ايه؟ تقسم على مليون، تقسم على مليون. ودي الطريقة. طبعا هنا دي سهلة لأن كلها 1000 1000 1000 1000، ما فيهاش 10 ولا 100 زي وحدات الايه الطول. طيب تعالوا نشوف الأمثلة اللي معانا. المثال الأول: 5000 كيلو جرام بتساوي كم طن؟ 5000 كيلو جرام، طبعا هنا عندي من كيلو جرام لطن، يعني من صغير لكبير، يعني هقسم، طبعا أقسم على 1000 يبقى 5 على طول. طيب 9 جرام بتساوي كم ملي جرام؟ الجرام لملي جرام يعني من كبير لصغير، يعني هضرب في 1000 يبقى 9000. 230 ملي جرام لجرام، طبعا هنقسم هنا، نقسم هنا على كام؟ على 1000، طبعا نقسم على 1000 يبقى الفاصلة تبقى بعد 3 أرقام، يبقى 0.23، حط الصفر 230، يبقى 230 من 1000 أو 23 من 100. طيب هنا بيقول لك قارن بين العددين في كل مئة مستعملا أكبر من أو أصغر من أو يساوي 2300 ملي جرام و2 جرام. طيب عشان تحول لازم تحول واحدة منهم للتانية، ما ينفعش تقارن كده بين وحدتين مختلفتين. فنحول الجرام لملي جرام، نضربه في كم؟ في 1000، يصير 2000. طيب 2300 ولا 2000؟ أكيد 2300 أكبر. 3 أطنان ولا 3000 كيلو جرام؟ طبعا تقدر تحول من طن لكيلو أو من كيلو لطن.
خلينا نحول من ايه، من كيلو الى طن، يعني نقسم على 1000، تصبح الاجابة ايه؟ 3 طن. طيب 3 طن وثلاثة طن يساوي اخر شيء معنا 75 جرام، ولا 800 ملي جرام. طبعا عشان احول من جرام لملي جرام اضرب في كام؟ في 1000. 75 اضربها في 1000 تبقى 75000. طيب 75000 ولا 800؟ اكيد 75000 اكبر. يبقى كده كده نقدر نقول ان احنا تعرفنا على جميع الاشياء الهامة في هذا الدرس. المتبقى عليك انك تذاكر وتعرف وتحل باقي التمارين. وكده نقول انتهينا شباب، اتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.